عنوان هذه المحاضرة الرد على مسلسل الحلاج، وليس المقصود مجرد الرد على الحلاج فقط، وذلك لأن الحلاج صار فكرا يمشي به على وجه الأرض اليوم ملايين البشر ممن أضلهم الله سبحانه وتعالى عن صراط المستقيم. وخلاصة دين الصوفية بجميع طرقهم اليوم في جميع العالم، سواء كانوا تجانية أو سمانية أو قادرية أو نقشبندية إلى غيرها من الطرق الصوفية، خلاصة منهجهم هو منهج الحلاج. ودي المشكلة يا جماعة، يعني أنا ما قصدنا الرد على الحلاج كحلاج فقط، حرد عليه، لكن دين الصوفية كلهم الموجودين الليلة على مستوى العالم هو دين الحلاج الباطل الحد، عرفوه الآن. وبفضل الله سبحانه وتعالى علينا، أنا جمعت سيرة الحسين بن منصور الحلاج من كتب التواريخ المعتمدة عند المسلمين بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا، وكذلك جمعت سيرته من كتب الصوفية القدامى والصوفية الحديثين الآن. فمهم جدا، حنبدأ بقراية كلام مؤرخي الإسلام، أعظم مؤرخي الإسلام في تاريخ الإسلام عن الحلاج. شما يقول والله ده الوهابية، وده قبل ما يلدوا جد محمد بن عبد الوهاب لورا رقم 20 يمكن، ما عنده علاقة بالوهابية. ده المؤرخي الإسلام، كتب كثيرة انتخبت منها كتب ولخصت منها كلام، وفضلت آتي بالكتب نفسها، شما يقولوا ده كلام جبنا من راسنا، كان ممكن نجيب الكلام بس نقوله، لكن بالكتب والمصادر والوثائق نفسها، ونربط دين الحلاج وعقيدته بعقيدة الصوفية الموجودة لا من الوثائق، يعني ما في كلام من راسنا إلا تعليقات وربطي بس. طيب، وحرجع الناس برضو لمصادر في نهاية المحاضرة إن شاء الله زيادة لزولة داري توسع. طيب، أول كتاب ذكر سيرة وتاريخ وحقيقة منهج الحلاج هو كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وده أكثر من 40 مجلد، أكثر من 40 مجلد. إن دار تقرأ الفهرس بتاعه ساعة يمكن ما تقدر، خليه تقرأه ذاته عشان ما يجي يكضب يقولوا ده كلام جبنا من راسنا. طيب، كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ذكر سيرة الحلاج في 6 مواضع، كل موضع في صفحات متعددة. الموضع الأول الصفحة رقم 8، والكتاب ده جاي بتاريخ الوفيات، يعني مفهرس بتاريخ الوفيات، لأن الحلاج أصلاً توفي سنة 309 للهجرة، وقديم الحلاج. طيب، قال الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام تحت عنوان محنة الحلاج، أسمعوا، والحلاج ده زول مستهبل كبير جدا، كل الصوفية وشيوخ الطرق الليلة اللعبوا بالدين ده وصاطوا، بالمناسبة الحلاج ده السينيور بتاعه، هتسمع قصص غريبة أغرب من الخيال، يهو سوى شيوخ الصوفية الليلة أصلا، جابوه من وين؟ جابوه من الحلاج، يعني ما بزول مش فكر ولا بحث ولا كده، كل الإجرام جاء من كتب الحلاج. وزي ما الجماعة خرجوا على الحاكم، يعني ما بنخرج على الحاكم، لأن عندنا خروج على الصوفية الأيام دي. طيب، قال بيتكلم عن الحلاج،
قال وظهر عنه بالأحواز، قال وفيها سنة 309، انتبه انتبه معي عشان الزمن ضيق جدا. سنة 309 قال فيها أدخل الحسين بن منصور الحلاج مشهورا على جمل إلى بغداد، وكان قد قبض عليه بالسوس وحمل إلى علي بن أحمد الراسبي فأقدمه إلى الحضرة فصلب حيا. في سنة 309 دي الحلاج قطعوا له دينه ورجلينه وصلبوا حي وحرقوا بالنار وقطعوا راسه وعلقوا في مدخل بغداد. حنشوف سوى شنو استحق الكلام ده. قال الذهبي فصلب حيا ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة فعرفوه، ثم حبس في دار السلطان. يعني بعد ما حبسوه عملوا الحاجة دي. قال الذهبي رحمه الله، والصفية بيستدل بالذهبي صح ولا ما صح؟ ده الذهبي ذاته. قال وظهر عنه بالأحواز وببغداد أنه ادعى الإلهية، قال أنا الله، ده الحلاج، وأنه يقول بحلول اللاهوت في الأشراف، يعني حلول اللاهوت في الناسوت، يعني قالوا ربنا سبحانه وتعالى حل في الناس. لكن الحلاج عنده نظرية ثانية، قال في أشراف الناس، في أشراف شنو؟ الناس. طيب، وأن مكاتباته تنبئ بذلك، يعني عنده كتابات كتبها دلت على الكلام ده. وقيل إن الوزير علي بن عيسى أحضره وناظره فلم يجد عنده شيئا من القرآن ولا الحديث ولا الفقه، لا عنده قرآن ولا حديث ولا فقه، فقال له تعلمك الوضوء والفرائض أولى بك من رسائل لا تدري ما فيها. وكانوا قد وجدوا في منزله رقاعا فيها رموز، لقوا رقاع كده يعني زي كان بيكتبوا فيه زمان، فيها رموز. ثم تدعي ويلك، ده الوزير بخاطبه، ده ما عارف، قال له لا وضوء لا صلاة لا غيره، واسي صوفية مجننين علموا الناس الوضوء، انتوا أكبر شيخ عندكم في التاريخ ما بيعرف لا وضوء لا صلاة لا أي حاجة الحلاج، ده الذهبي قال كده. طيب قال ويلك، ثم تدعي ويلك الإلهية، طلب تعرف صلاة لا وضوء لا فقه، تقول أنا الله، وتكتب إلى تلاميذك من النور الشعشعاني ما أحوجك إلى الأدب. وحبس فاستمال بعض أهل الدار بإظهار السنة، لأن الحلاج كان منافق، حيجينا الكلام. قال إذا جلس مع ناس أهل سنة بيعمل فيها سنة، أخو مسلم كبير، إذا جلس مع صوفي مع صوفية بيعمل فيها صوفي، إذا جلس مع شيعة بيعمل فيها أكبر شيعة، حيجيك كلام كثير جدا يعضد هذا الكلام. قال وتكتب إلى تلاميذك، الوزير بيوبخ فيه وبينهر فيه، من النور الشعشعاني زي حقة الركين، ما أحوجك إلى الأدب. وحبس فاستمال بعض أهل الدار بإظهار السنة فصاروا يتبركون به ويسألونه الدعاء، وستأتي أخباره فيما بعد. صفحة 33. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مقتل الحلاج، مقتل الحلاج. قال ذكر في مقتل الحلاج جاء في قصة كتلوله، يعني الأسباب، أول في سيرته والضلالات حقته، في النهاية بيختم يقول لك قتل سنة كذا وقتل بكذا. قال ثم إنه سافر إلى الهند وتعلم السحر. عشان كده في كتابين اسمهم الكبريت الأحمر، ما واحد، واحد صنفوا عبد الوهاب الشعراني صاحب الطبقات الكبرى طبقة الشعراني، وأصلا اختصروا من الفتوحات المكية الكم 12 مجلد لمحي الدين ابن عربي، يباع في الدار السوداني للكتب، كتاب بتاع سحر أصلا، يعلم السحر ويعلم الكفر، كما قال تعالى وما يعلمان من أحد اللي هو السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر بالله. في كتاب ثاني اسمه الكبريت الأحمر يعلم السحر والكفر بالله، ألفه الحلاج، لأن الحلاج ذهب إلى الهند وتعلم السحر هناك، وخلاصة أمر الحلاج
أنه ساحر دجال. دي الخلاصة اللي هتطلعوا بها من كتب أئمة تواريخ الإسلام، أئمة تاريخ الإسلام. طيب، قالوا عن محمد ابن يحيى الرازي قال: سمعت عمرو ابن عثمان المكي يلعن الحلاج، يقول الله يلعنه، ويقول: لو قدرت عليه لقتلته. ده المكي. قرأت عليه آية، ليه لعنه وقال أنا لو قدرت عليه بقتله؟ ده يورينا السبب. قال: قرأت عليه آية ذات يوم، قرأ للحلاج قرآن، فقال: يمكنني أن أؤلف مثله. قال قرأت له قرآن، قال أنا بقدر أجيب قرآن زي كلام الله. ده منو يا جماعة؟ مش الحلاج، ده شيخ الصوفية. الحلاج أول شيء ده شيخ الصوفية، بعد ذاك ده الحلاج، عشان ما يقول له دي شخصية وماتت. لا، التصوف الليلة كله هو تصوف حلاجي. وحديك كلام البرعي في الحلاج في الصفحة 67 والصفحة 145، مدح للحلاج، ده ديوان البرعي. طيب، قال: وقال أبو يعقوب الأقطع: زوجت بنتي من الحلاج. دغيت جزاه الله خير، زوج بنته للحلاج. فبان لي بعد مديدة، تصغير مدة يعني شنو؟ يعني ما عاش مع البيت كثير لأنه مجرم. فبان لي بعد مديدة أنه ساحر محتال. ده نسيبه ذاته، هذا وهابي. طيب، وقال أبو عمر ابن حيوة: لما أخرج الحلاج ليقتل مضيت وزاحمت حتى رأيته، فقلت لأصحابه: لا يهولنكم. فقال هو الحلاج يعني لأصحابه، لما ذلك تلو الحلاج قام اتلفت لأصحابه قال لهم: لا يهولنكم، فإني عائد إليكم بعد شهر. زي منو؟ محمود محمد طه، بنت الليلة قالت دار تبقى وزيرة. ده نفسي محمود محمد طه لما جاي يقتلوا نميري، أتباعه بقى يقولوا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الشغلة دي ما جديدة، الشغلة دي قديمة، نازل بيجيبوا من ورا، عندهم شيوخ من ورا. طيب، قال الذهبي معلقا على هذه الحكاية الأخيرة، قال: هذه حكاية صحيحة توضح أنه ممخرق، يعني دجال، يعني محتال، ممخرق حتى عند القتل، تدل على أنه ممخرق حتى عند القتل. الصفحة 38. طيب، أو قبلها 36. قال أبو بكر الصولي: جالست الحلاج، تجالسوا ودرس عنده. الخلاصة طلع بها شنو؟ نقل عنه الذهبي قائلا: قال: جالست الحلاج فرأيت جاهلا يتعاقل، وعييا يتبالغ، وفاجرا يتزهد، وكان ظاهره أنه ناسك، فإذا علم أن أهل بلدته يرون الاعتزال صار معتزليا، أو يرون التشيع تشيع، أو يرون التسنن تسنن، وكان يعرف الشعبذة والكيمياء والطب، يعني بتلون حسب دين أي منطقة. وده الكلام اللي قاله حسن البنا عن حقيقة منهج جماعة أو حزب الأخوان المسلمين. حسن البنا قال شنو لما أسس جماعته؟ قال: أيها الرفاق، إن حقيقة دعوتنا حقيقة صوفية، وجماعة سلفية، وحركة اجتماعية، وتظاهرة رياضية، كله مع السلفيين يعمل فيها سلفي زي نزعيد الغرني وسلمان وسفر وغيره، يعمل لك فيها سلفي. وأكبر إخواني مع الصوفية، ما شفت أنا عصام أحمد البشير يمشي هنا مضوم بان وبقرون ولو ما انتم اهل التقابو وانتم اهل القران، وشايف العشب ايش هو ذاك الضلع،
وانتم نار القران ويتعشى ويترع ويفوت. المنهج ده قديم، التلون ده من زمن الحلاج، قديم جدا ما جديد. وكل الناس اللي لعبوا في الدين في البلد دي وغير البلد دي ما لعبوا وجابوا دجل من راسهم، انما شافوا الدجالين الكذابين قبالهم سووا شنو؟ سووا زيهم. زي ما انتم سلفيين عندكم سلف وهم خير سلف، الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ديل عندهم سلف وهم شر سلف زي الحلاج وغيره. طيب ما تظن انه مجرد مسلسل، المسلسل ده ليه اختاروا الحلاج؟ هو التمثيل حرام، لو اختاروا الحلاج ولا عملوا مسلسل عن صحابي، التمثيل حرام لانه كذب ذاته. زول اسمه احمد يجي في المسلسل يسموه نفسه زاهر، كذب ولا صدق ده اساسا؟ كذب. ده اول نقطه، وكله كذب، نساوين ومجارمه وغيره كله باطل. لكن ليه وكده يعملوا مسلسل؟ ليه اختاروا الحلاج تحديدا؟ مش لانه الحلاج، لانه دار ينشروا الشرك يا جماعه. طيب وكان حينا ينتقل في البلاد ويدعي الربوبية. يدعي شنو؟ الربوبية. وما بروا كل شيوخ الصوفية كل الطرق الليلة، أي شيخ طريقة كبير بيدعي إنه الله. جبنا الكتب مربوطة مع الحاجة دي. طيب ويقول للواحد من أصحابه أنت آدم عليه السلام وأنت نوح عليه السلام ولهذا أنت محمد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا الصلاة والسلام، ويدعي التناسخ وأن أرواح الأنبياء انتقلت إليه. قال الأنبياء كلهم آدم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى عيسى كلها جاءت عنده، فبقى يوزع لتلاميذه أنت آدم عليه السلام، أنت نوح عليه السلام، أنت إبراهيم، أنت محمد صلى الله عليه وسلم. وروى علي بن أحمد الحاسب عن أبيه قال وجهني المعتضد، ده الحاكم المعتضد بالله، إلى الهند وكان معنا في السفينة رجل يقال له الحسين بن منصور اللي هو منه الحلاج أبو المغيث المجرم. قلت فيما جئت؟ قال لقيته في السفينة قاعد معنا ماشيين الهند ولقيت الحلاج في السفينة. قال لي جابك شنو؟ قال أتعلم السحر، ماشي من هناك للهند عشان يتعلم شنو يا جماعة؟ ما ماشي يتعالج ولا عنده أم عيانة، ماشي يتعلم السحر، يبقى كافر ويجي راجع. طيب قال وأدعو الخلق إلى الله، لأنه الحلاج في فهمه زي ما قال ابن تيمية حنقرأه بعدين إنه قال يتعلم السحر، قالوا له ده كفر، قال لي أدعو به إلى الله. قال وكان في كتبه إني مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود، يعني هو ربنا قال. طيب وكان حامد بن العباس الوزير قد وجد له كتبا، كتب للحلاج، فيها أنه إذا صام الإنسان وواصل ثلاثة أيام، صام ثلاثة يوم وما فطر بالمغرب، ثلاثة يوم 72 ساعة ما فطر، وأخذ في اليوم الرابع ورقات هندباء تقريبا نوع من النبات فأفطر عليها أغناه عن صوم رمضان. كان عنده صيام ما حق المسلمين، صيام شنو؟ براو. تصوم ثلاثة يوم واليوم الرابع تفطر على ورق الشجر ده، تاني ما في داعي صوم شنو؟ رمضان. عنده صلاة برضه براو، حقت الحلاج براو، ما شفت البرع إلا عنده صلاة شنو؟ عنده صلاة 100 ركعة بيصلوها في 27 رجب في زريبة هناك، وبيصلوها بطريقة يمكن 100 ركعة في ربع ساعة، كو 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 بفوتوا. دي ما ربنا ما قالها في القرآن، سموها حاجة كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها في السنة. الشغل ده كله النجر ده نجر الحلاج الزمان، صلاة براها، صيام براو، غيره دين براو. الصوفية كلام ده ما جابوه جديد، جابوه من شيوخهم. طيب نشوف صلاته كيف الحلاج.
قال وإذا صلى في ليلة واحدة ركعتين طول الليل، ركعتين لكن من بالليل لحد الصبح، أغنت عن الصلاة ما بقي. لو عشت تاني 60 سنة ما تصلي لي الله الركعتين دي كفاية خلاص. نشوف الزكاة بتاعت الحلاج، عرفنا صلاة الحلاج ما عنده علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وصيامه ما عنده علاقة بالدين. نشوف الزكاة بتاعت الحلاج. قال الذهبي رحمه الله وإذا تصدق، يعني الحلاج يقول كده، إذا تصدق في يوم بجميع ما يملكه، يعني في يوم عندك 20 جنيه، يوم صدقت بها كلها ما 19 كل ال20 بجميع ما يملكه أغناه عن الزكاة. تاني ما تزكي لحد ما تموت. أنا شوف الحج بتاع الحلاج، قال وإذا بنى بيتا، تبني لك بيت، عشان كده الحلاج نفسه في بيته بنى له غرفة وقال دي الكعبة، بقى يطوف بها. أهذا ريا مر المسلمين كلهم بالكلام ده؟ قال الذهبي رحمه الله وإذا بنى بيتا وصام أياما، تبني لك بيت وتصوم أيام، وطاف به أغناه عن الحج. تاني ما في حج. فأحضر حامد القضاة، وده حامد بن العباس ده الكتل الحلاج ذاته وزير، طيب بأمر من الخليفة. فأحضر حامد القضاة وأحضره، جاب ديل وجابه، وقال أتعرف هذا الكتاب اللي هو الكاتب فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج الجديدة دي؟ قال هذا كتاب السنن للحسن البصري، وكتاب حقه هو الحلاج، قال ده كتاب السنن للحسن البصري. والوزير والقضاة أزكية، خليه حق منه. قال ألست تدين بما فيه؟ ما هو لقوا عنده وكذب، قال حق الحسن البصري، قال لك خلاص خلي كلام ده. الجواه ده بالدين به ولا ما بالدين به؟ قال بلى، ده الحلاج، قال بلى، هذا كتاب أدين الله بما فيه. فقال له أبو عمر القاضي، ده أحد القضاة اللي كانوا جابوهم، قال هذا فيه نقض شرائع الإسلام. ثم جاراه في الكلام إلى أن قال له أبو عمر يا حلال الدم، من أي كتاب نقلت هذا؟ قال من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قال كذبت يا حلال الدم، فقد سمعنا الكتاب وليس فيه شيء من هذا. وفي رواية عند غير الذهبي إنه رد عليه وقال سمعت الكتاب كاملا بمكة وليس في هذا الكلام، كتاب الحسن البصري المسمى بالإخلاص، قال لك الذاب يا حلال الدم. فقال حامد اللي هو الوزير لأبي عمر القاضي قد أفتيت أنه حلال الدم، قال لي أنا سمعت قلت زول ده حلال الدم، فضع خطك بهذا، أكتب لنا إنه زول ده حلال الدم. الوزير ده يقتله، لكن ده فتوى من شنو؟ من العلماء والقضاة، قال لي أنت قلت يا حلال الدم أكتب الكلام ده. فدافع ساعة فمد حامد يده إلى الدوات وقدمها للقاضي وألح عليه فكتب بأنه حلال الدم، وكتب الفقهاء والعلماء بذلك خطوطهم. والحلاج يقول يا قومي لا يحل لكم إراقة دمي. بعد ذلك وصل أمر للخليفة وسجنوه وأمر بضربه 1000 صوت، جلدوا 1000 صوت، وقطعوا يدين ورجلين كله، وصلب حيا إلى أن مات، وأحرقت جنازته، وقطعت رقبته، وعلقت في مدخل بغداد. ده الدين، يقتل هذا. بعد الطريقة اللي قتلوا بها قد يكون فيها شيء من الأخطاء زي الحرق مثلا، لكن يقتل. ونقل ابن تيمية إجماع العلماء والمسلمين على قتل الحلاج. طيب وأيضا في الصفحة
39 قال الذهبي: ولما حبس ببغداد استغوى جماعة، غشاهم جوا السجن، غشاهم الحلال، فكانوا يستنشقون بوله، غشاهم، قال انه زو الصالح بيشيلوا بوله بشموه كده ليه، ويقولون انه يحيي ويحيي الموتى. بقى يشموا بوله كل مرة، يشيلوا بوله يشموا ذي اللي قاعدين معه جوا. طيب، وكانت ابنة السمري صاحب الحلاج، ده صاحب الحلاج كان، قد أقامت عنده في دار السلطان، وكانت عاقلة حسنة العبارة، فدعاها حامد فسألها عن أمره، فقالت: قال لي يوما حامد الوزير، نادى البدي لأنه كانت سكنت مع ناس الحلاج، والحلاج قال لها: دار عرسك لولدي سليمان ابن الحسين ابن منصور الحلاج. فالوزير نادى البدي عشان تشهد الزول ده، شفتي عليه شنو، شوف قال شنو. قالت: قال لي يوما قد زوجتك من سليمان ابني، وهو ابن إيسابور، وليس يخلو أن يقع بين المرأة وزوجها خلاف، فإن جرى ما تكرهينه فصومي يومك واصعدي آخر النهار إلى السطح، وقومي على الرماد وأفطري على الملح، واذكري ما أنكرتيه منه فإني أسمع وأرى. هو في نيسابور هناك، ما مع الحلاج هنا، ولده بيغادي سليمان. قال: أنا زوجتك لولدي سليمان ده، لو حصل أي خلاف بينك وبينه، قال: أعملي ده واطلعي فوق العرش وأعملي ملح وما ملح هناك في نيسابور وهنا. قال: لا، فإني أسمع وأرى. يريد أن يضاهي قول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وزود ذو المجرم كيف؟ ولا الكلام ده عند الصوفية فيه، يقول لك الشيوخ مالهم، الشيخ يقول لك يسمع من هنا ليه وين وين، ويقول لك لحق بعيد، صح ولا ما صح؟ وغيره، عشان كده بيقوم بحرفوا الأحاديث، يقول لك الولي بيسمع من هنا وسمعه ما عنده حدود، وبيرى من هنا ورؤية بصر ما عنده شنو؟ حدود. لما كلم الحلاج اصلا، قالت لسه بتتكلم، شوف الشهاده دي كيف، قالت: وكنت نائمه الليله، جزارهم هناك او هم جزاروا الحلاج اللي هو ابو راجله، دي مرت ولده، مرت ولد الحلاج ذاته، قالت: وكنت نائمه الليله وهو قريب مني وابنته عندي، بنت الحلاج اللي هو اخو الزوجه قاعده، والحلاج قريب من محل احنا نايمين، فما حسست به إلا وقد غشيني. ليه؟ مرت ولده، يبقى الشغل ده برضه قديم، صح ولا ما صح؟ قديم، ما جابوا الليلة الطرن قاعد، القديم. ليه؟ مرت ولده. طيب، فانتبهت فزعة، جاء عليها دريطا، فقام صحت، فقلت: مالك؟ قالت الحلاج: مالك؟ أنا مرت ولدك. قال: إنما جئت لأوقظك للصلاة. يا طلبي. وقال لبنته يوما، بنتك معناها، قال لها شنو؟ اسجدي لي. قال: اسجد لي أنا. فقلت: أو يسجد أحد لغير الله وهو يسمع كلامك؟ فقال: نعم، إله في السماء وإله في الأرض. طيب، الصبية عندهم شبهة، بيرد على الإمام الذهبي هنا، قالوا الحلاج لما قتلوه الدم طار وكتب في الأرض الله الله وإلى آخره، صحيح؟ بينشروها. قال الذهبي بالصفحة 41: وقيل إن يده لما قطعت كتب الدم على الأرض الله الله، وليس ذلك بصحيح. الذهبي قال الكلام ده كلام شنو؟ كلام فارغ، كلام كذب كله. آخر صفحتين ذكر فيهم الذهبي شيئا من تاريخ الحلاج، الصفحة 252. وقيل
أبو عبد الله، يعني من كنة من الكنة حقته قيل أبو مغيث وقيل أبو عبد الله. قال قتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين، نسأل الله العافية. الذهبي قال الحلاج قتل على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين، يعني الحلاج كافر كما قال الذهبي ويدعي الحلول ومنسلخ من الدين. الصدمة كلامنا، كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. طيب، وقال أيضا قتل في هذه السنة ببغداد الحلاج لما أفتى الفقهاء والعلماء بكفره. وقال الذهبي أيضا ومن نظر في مجموع أمره علم أن الرجل كان كذابا مموها ممخرقا حلوليا، له كلام حلو يستحوذ به على نفوس جهال العوام حتى ادعوا فيه الربوبية. قال ابن خلكان، وابن خلكان هو صاحب كتاب وفيات الأعيان، هذا الكتاب جبته برضه حوريك شهادته وكلامه عن الحلاج. طيب، الذهبي هنا ينقل عنه، قال ابن خلكان أفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه. وقال أبو بكر بن أبو سعد أن الحسين الحلاج مموه ممخرق. وعن عمرو بن عثمان المكي قال سمع الحلاج قراءتي فقال يمكنني أن أقول مثله، قال ففارقته وقلت إن قدرت عليه قد إن قدرت عليك قتلتك. وقال السلمي، وهو أبو عبد الرحمن السلمي صاحب كتاب طبقات الصوفية، والكتاب برضو جبته الآن حوريك برضو كلام، قال الذهبي وقال السلمي في تاريخ الصوفية بإسناده عن الخلدي حدثني أبو يعقوب الأقطع وكان الحلاج قد تزوج بابنته، وعمر المكي كانا يقولان الحلاج كافر خبيث، الحلاج كافر خبيث. آخر صفحة ذكر فيها الذهبي كلام عن الحلاج فيما بحثت وأحصيت والله أعلم، الصفحة 351 ذكر عن بعض تلاميذه أنه تأثر به فقتل أيضا في الصفحة 351. طيب، البداية والنهاية لابن كثير، والصوفية بيكذبوا بيقولوا الحلاج اختلف العلماء فيه، قالوا بعض العلماء قالوا كافر وقالوا كفروا ما دين، قالوا لأنه ولي بغداد تقريبا وآخر ولي منطقة أخرى فتنافسا سياسيا فكفروه وقتلوه سياسيا، زي ما قاعدين يكذبوا الليلة على محمد طه يقولوا لا ما كان كافر كيف يا زول، هو ده كتابه برضه جبناه هتشوفه على شويه. فالاثنين ده منهجهم واحد وكتار منهجهم زي الحلاج، كتار جدا كتار وكلهم صوفيه، في بعرفهم كلهم صوفيه منهجهم زي الحلاج كتار جدا جدا. طيب، فنشوف ابن كثير قال شنو عشان ما يكذبوا ساكت. كتاب البدايه والنهايه صفحه 152 و153 و155 هذا الكتاب الجزء 11. شوف ابن كثير كلامه كلام عجيب. قال ابن كثير ثم دخلت سنة 939 309 فيها وقع حريق كثير في نواحي بغداد إلى أن قال ترجمة الحلاج عنوان. قال ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله. منصف ولا ما منصف؟ منصف. بعد هذا أشوف الكلام كيف. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت، ده كلام ابن كثير نفسه، قلت لم يزل الناس منذ قتل الحلاج
مختلفين في أمره. فأما الفقهاء، أسمع الكلام ده، فحكي عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله، وأنه قتل كافرا، وكان كافرا ممخرقا مموها مشعبذا. وبهذا قال أكثر الصوفية فيه، لذلك الناس اختلوا فيه الناس. أما الفقهاء، مع الناس اللي فيهم فقهاء وفيهم جهال فيهم صوفية مجارمة وفيهم غيره، قال لك أما الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله، وأنه قتل كافرا وكان كافرا ممخرقا مموها مشعبذا، وكلام الفقهاء هذا ذاته. وبهذا قال أكثر الصوفية، حتى صوفية الزمن أغلبهم قالوا الحلاج ده كافر. أها طيب، اللي قالوا كويس منه، ومنهم طائفة، منهم ديل من وين؟ من الفقهاء والعلماء ولا من الصوفية؟ الضمير رجع إلى أغرب، شنو؟ إلى أغرب مذكور أو مسمى. قالوا ومنهم، يعني من الصوفية مش من العلماء والفقهاء، ديك انتو قبيل ديك قالوا كافر ممخرق مشعبز انتو من موضوع. أغلب الصوفية ذاتهم قالوا كافر، ومنهم يعني من الصوفية أغلية، ومنهم طائفة كما تقدم أجمل القول فيه، يعني أجمع جميع علماء الإسلام إنه زول ده كافر. أما الصوفية اتقسموا لقسمين، يعني اللي اختلفوا فيه ما العلماء ولا الفقهاء، اللي اختلفوا فيه من يا جماعة الصوفية. والدليل على الكلام ده قبل ما أتم كلام ابن كثير، كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، ده اسمه طبقات الصوفية. قال شنو؟ ذكر إن الصوفية هم اللي اختلفوا فيه، لأنه الكتاب ده أصلا عن الصوفية بس، سير شيوخ الصوفية في الوقت ده. طيب، في الصفحة رقم 307، الشيخ رقم 13 من الشيوخ في طبقات الصوفية، الحسين بن منصور الحلاج، قال أبو عبد الرحمن السلمي: والمشايخ، مشايخ منو؟ الصوفية، هذا ما شغل الصوفية كله. قال: والمشايخ في أمره مختلفون. يبقى نستفيد من الكلام ده شنو؟ إنه اللي اختلفوا فيه شيوخ الصوفية، مش اللي اختلفوا فيه شيوخ الإسلام، لازم نفهم المسألة دي. وده رد على الشبهة اللي بيجيبوها الصوفية، الصوفية يقول لك يا أخي العلماء اختلفوا فيه، لا، شيوخكم اللي اختلفوا فيه. وأزيدكم معلومة أقول لهم إنه أغلب شيوخ الصوفية في الوقت ذاك كفروا، زي ما قال منو؟ ابن كثير. قال: وبهذا قال أكثر الصوفية فيه، يبقى أغلب الصوفية كفروا ذاته في الوقت ذاك. طيب، وكذلك شهادة وكلام أبي عبد الرحمن السلمي في كتاب طبقات الصوفية، قال شنو؟ قال: والمشايخ في أمري مختلفون، رده أكثر المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم في التصوف. ده حقنا الوقت ده، الأغلبية شنو يا جماعة؟ حتى في الصوفية نفوا وقالوا ده معانا ذاته. لكن البرعي قال لا، برعي قال ده زولي ذات، وقال الكتلو ديل كتلو ظلم. قال في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، مش ده الديوان بتاع البرعي؟ طيب، في الصفحة رقم 149 و67 بيتحسر البرعي على الناس الكتلو، وقال الكتلو الحلاج الكتلو ظلم. في الصفحة رقم 147 قال البرعي، الصفحة 149 قال: سفكوا دماء الأبرياء ظلما، شوف ظلما، قال: كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. معناته الحلاج عند البرعي ما له يا جماعة؟ مات مظلوم. طيب البرعي هل كان مخشوش بالحلاج؟ قالوا صالح
لا، البوري عارف الحلاج كافر، وإنه كلامه اللي بيقوله أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط ما قالوا زيه، بدليل أنه البرعي نقل كلام الحلاج الكفري لما الحلاج قال لهم كراعدي فوق إلهكم اللي بتعبدوا ذاته، طلع على المسلمين وقال لهم قدمدي فوق إلهكم أو فوق ربكم. في الصفحة 67 البرعي جاب كلام الحلاج ده ومدح الكلام ده ذاته. الصفحة 67 من كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. قال البرعي: وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاس، بكر على أيدي أبكار تدار فلا تصدع ناشئ منها على الراس، لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسي. قال الحسين، حسين دمنو ابن منصور الحلاج، قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته. قال البرعي: يا له من عارف كاسي. ده زول قال عارف وعالم كبير، ليه؟ لأنه قال كراعدي فوق ربنا وضعتها. صفحة رقم كم؟ 67. بعدين ما يغشك صوف يقول لك لا لا، المقصود بالكلام ده إنه الدنيا، لا لا ما قال الدنيا، قال على معبودكم. المسلمين بيعبدوا منو؟ بيعبدوا منو؟ لو قلت المسلمين ما بيعبدوا الله طلعت تكفير يا البرعي، ناس التكفير والهجرة بقيت داعش. إذا قلت المسلمين بيعبدوا الله، الحلاج قال لهم على معبودكم قدمي وضعته. وإتى البرعي قلت يا له من عارف كاسي. صفحة 67 أو ده الكتاب. دارين كلام علمي زي ده؟ عشان ما غصبوا جوطوا ونبستونا ومشاكل وعكاكيز، علم. نتحدى أي صوفي على وجه الأرض. تعالوا ناقشونا الكلام ده. علم، تعالوا اقعدوا وناقشونا بس. عشان الكلام ما يكون ساكت وجوطة ساكت. طيب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال وغرهم ظاهره ولم يطلعوا على باطنه ولا باطن قوله، فإنه كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله وسلوك، ولكن لم يكن له علم ولا بنى أمره وحاله على تقوى من الله ورضوان، فلهذا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ولهذا دخل على الحلاج الحلول والاتحاد. الحلاج بيقول إنه الله حل في المشايخ دين فصاروا آلهة مع الله سبحانه وتعالى، وإن الله تعالى اتحد بخلقه فصار خلقه أو بعض خلقه شركاء مع الله جل وعلا. ويدعي الحلاج أنه شريك مع الله مرة، ويدعي الحلاج أن الله اتحد وحل فيه فصار هو الله وصار الله الحلاج. وحقريق الكلام بعد قليل. طيب، قال: فصار من أهل الانحلال والانحراف. ده كلام منه ابن كثير، عشان ما يغشك الصوف يقول لك ابن كثير في البداية والنهاية قال العلماء اختلفوا الحلاج. عرفنا الرد على هذه الشبهة، وإن ابن كثير ضلل الحلاج. طيب، قال: وقد روي من وجه أنه تقلبت به الأحوال بالحلاج يعني، وتردد إلى البلدان، وهو في ذلك كله يظهر للناس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل. قال ابن كثير عن الحلاج أيضا: وصح أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحر
وقال أدعو به إلى الله. طيب، قال ابن كثير: ومما يدل على أنه كان ذا حلول في بدء أمره أشياء كثيرة، منها شعره في ذلك، فمن ذلك قوله: جبلت روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفنق، فإذا مسك شيء مسني، وإذا أنت أنا لا نفترق. بيتكلم عن ربنا، قال: وإذا أنت يا الله يعني أنا لا نفترق. قال لي الله: أنت أنا لا نفترق. والكلام ده أصلاً ابن كثير جابه من ديوان الحلاج، وهو ده ديوان الحلاج، هذا هو ديوان الحلاج، الصفحة رقم 656، الصفحة رقم 56 من ديوان الحلاج، ومعه التواصين حقت الحلاج. طيب، هذان هما البيتان. البيت الأول: جبلت روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفتق، فإذا مسك شيء مسني، يعني يا الله إذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا لا نفترق. أنا والله قال واحد، ما بنفترق. ده بالصفحة رقم كم؟ 56. وقال ابن كثير أيضا، وقوله يعني جاء البيتين جل برواية ثانية: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمر، أو ده بيت آخر لكن نفس الكفر، يعني مزجت روحك يعني يا الله في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، فإذا مسك يعني يا الله شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. هذا ده كفر ولا ما كفر؟ وده أيضا موجود في ديوان الحلاج الصفحة 60، نفس كلام ابن كثير ده. قال قافية اللام برقم 67، الصفحة 60: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. المهم، وذكر عنه أبيات تدل على كفره وإلحاده. وأيضا ذكر ابن كثير أخيرا حاله في الصفحة 155، قال ابن كثير: قلت وقد أخطأ الحلاج في المقامين الآخرين، فلم يتبع التنزيل، يعني ما اتبع القرآن والسنة، ولم يبق على الاستقامة، بل تحول عنها إلى الإعوجاج والبدعة والضلالة، نسأل الله العافية. طيب، بعد ذاك ابن كثير في الصفحة 156-157 قال: أشياء من حيل الحلاج. ذكر لك أشياء غريبة تدل على أن الزول ده أكبر محتال الحلاجة. قصص: روى الخطيب البغدادي، لأن الخطيب البغدادي برضو عقد فصلا في الحلاج. طيب، فابن كثير نقل عنه أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابي. شوفوا الدجل والحيل دي كيف، والإجرام ده كيف، عشان ما تتغشى ليلة تمشي لشيخ طريقة يغشك. شغل ده كله من هنا، كله من الحلاج. قال أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابي، عنده واحد مقرب له شديد ومجرم كبير، قام رسله لبلد وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبل، كانوا ذيك ناس مساكين وجهلة، قال له امشي البلد دي، قال لقيت قروش لكن بحيلة، وأمره أن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد، فإذا رآهم قد أقبلوا عليه. دي الخطة، الحلاج بيكلم الزول ده بيوريه الخطة دي، كلها الخطة. بعد ذلك شوفوا التنفيذ كان كيف. فإذا رآهم قد أقبلوا عليه، قال لي إذا أصرت لهم كل ما يجوك تشيل السبحة تجرها قدامهم وهي لطيف وتغشهم، أول ما يتخدعوا بعد ذلك في حاجة تعملها. فإذا رآهم قد أقبلوا عليه
وأحبوه واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمي. قال أول ما يحبوك وشوف بتذكر الله جنبهم أعمل فيه عميان، دي الخطة بقى، أعمل فيه عميان أنا بعداك. ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح بعد ما تعمل لهم فيه عميان وسجوني. شفت كيف؟ نمرة ثلاثة الخطة جيم، أعمل لهم فيها شنو؟ كرعينك اتعقل وبقيت مكسح. أها. فإذا سعوا في مداواته، إذا مشوا داري يودوك الأطباء، قل لهم يا جماعة الخير إنه لا ينفعني شيء مما تفعلون. الأطباء ودول كلهم ما بيعالجوني. قال قل لهم كده. أها. ثم أظهر لهم بعد أيام أنك قد رأيت رسول الله في المنام. مش ده هو نفس الحاصل الآن؟ أها. قال قل لهم الأطباء ما بيسووا لي حاجة. لكن قولوا لهم شنو؟ أنا شفت، قول لهم أنا شفت الرسول في النوم. أها. وهو يقول لي منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب. قال قول لهم الرسول جاني في النوم وقال لي الكلام ده، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني وصفته كذا وكذا، اللي هي صفة الحلاج. شوف الإجرام ده كيف، ده لسه ما رسلوا، لسه ما سافر، دي الخطة. أها. وقال له الحلاج، والله ده لو لقوا جلاكسيات كان عملوا حمايل. طيب وقال شوف الشغل ده نفس الليلة، عشان كده قراءة التاريخ أيام مهمة جدا توريك المجال والعواليك دين. طيب وقال له الحلاج إني سأقدم عليك في ذلك الوقت. قال لي الوقت اللي بتقولوا لهم ده ان الغطب بيجي فيه انا حاجيك في نفس الوقت، لانه ما بتلفون بعدك يضرب له يقول له انا اتحركت عليك، لا الخطه عملوها من البدايه. اها. فذهب ذلك الرجل الى تلك البلاد. اها. يا دوب مشى فاقام بها يتعبد ويصير السلاح والتنسك ويقرا القران، فاقام مده على ذلك فاعتقدوه واحبوه، لانه ناس بتحب شنو؟ صالحين. ثم أظهر لهم أنه قد عمي فمكث حينا على ذلك، ثم أظهر لهم أنه قد زمن. الزمن هو ذو الزمانة، وهي العاهة أو مرض يصيب الحيوانات كما جاء في لسان العرب، المهم يعني تكسر وتكسح وكذا، أو كرعين ودل ما قادر تمشوا كذا. طيب فسعوا بمداواته بكل ممكن فلم ينتج فيه شيء، فقال لهم يا جماعة الخير، نفس الكلام اللي قالوا له منو؟ أبوك الشيخ، نفس الكلام. فقال لهم يا جماعة الخير هذا الذي تفعلونه معي لا ينتج شيئا، وأنا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لي إن عافيتك وشفاءك إنما هو على يدي القطب، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني. وكانوا أولا يقودونه إلى المسجد ثم صاروا يحملونه ويكرمونه، كان في الوقت الذي ذكر لهم، واتفق هو والحلاج عليه. أقبل الحلاج حتى دخل البلد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض، فدخل المسجد ولزم سارية يتعبد فيه لا يلتفت إلى أحد، فعرفه الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل، نفس الصفات اللي قال لهم هي صفات منو؟ الحلاج. وجي بقى يصلي في جامع جمع العلة، فبقى يعاينوا ودارين يداووا الزول ده بأي طريقة لأنه بيحبوه، فبقى يعاينوا لقوا الصفات ياتا اللي قال لهم إنه الرسول قال في النوم والرسول ما قاله، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. شكي دين الصوفية الليلة كله قائم كله على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما لقى له آية أو حديث صحيح يجيبوا حديث باطل مكذوب، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، كذب. ولا يوجد في شيء من كتب السنة أبدا، نتحدى أي صوفي إلى يوم الدين يجيب الحديث في كتب من كتب السنة المعتمدة، ما يقول لي رواه الصاوي في حاشيتي، الصاوي ده بيلعب معاك، نحن كتب السنة بنقول بخاري مسلم أبو داود الترمذي غير المسانيد المعاجم ما في.
إذا ما لقى حديث ضعيف ولا مكذوب يقول لك الرسول جحلمني في النوم. ده يهودي نصوبي ولا ما هو؟ أو ده من زمان الدين ده، من سنة 300 وقبل سنة 300 وبعد سنة 300 الكذب ده شغال، بس الآن زاد، لكن الكذب ده من بدري شغال. أها طيب، قال فابتدروا إليه يسلمون عليه ويتمسحون به، لأنه ده الرسول اللي قاله في النوم يبقى يتمسحوا بمنه؟ بالحلاج أعفى نزول يتمسحوا به. قال ثم جاءوا إلى ذلك الزمن المتعافى فأخبره بخبره، وكمان ما جاء عشان لو جاء يقولوا متفق معاه، ذاك لبت في البيت والحلاج الجامع الجماعة تبركوا به وعرفته وشافوا الصفات بتاعته، جروا لشيخهم شيخ الحلة قالوا ليه زولك ذات، وقالوا لك الرسول في النوم جاء. طيب فقال صفوه لي، هو متفق معاه في اليوم ده ذات، قال صفوه لي فوصفوه له، فقال هذا الذي أخبرني عنه رسول الله في المنام، قال لهم ده ذات وقالوا الرسول، وأن شفاي على يديه اذهبوا بي إليه. وده كله ما المقصود، المقصود القروش حشوف في النهاية، وده الحاصل اللي في دجل جميع الطرق، الدجل والشرك الحاصل، مش دارين شرك في حد ذاته شرك، دار ياكلوا كسرة ولو أشركوا أو كفروا بالله. طيب وحشوف القصة دي لنهايتها. طيب قال اذهبوا بي إليه فحملوه، طبعا الناس متلهفين النزول ده يبقى صحيح، فحملوه حتى وضعوه بين يديه فكلمه فعرفه، فقال يا أبا عبد الله إني رأيت رسول الله في المنام، ثم ذكر له رؤياه، فرفع الحلاج يديه فدعا، شوف الكذاب عمل كده قال بدعو، فدعا له ثم تفل من ريقه في كفيه ثم مسح بهما على عينيه ففتحهما كأن لم يكن بهما داء قط فأبصر، هو أصلا مفتح وديل العميانين مش هدى. طيب ثم أخذ من ريقي فمسع على رجليه فقام من ساعته فمشى كأن لم يكن به شيء والناس حضور. تاني لو جيت قلت له يا جماعة ده باطل بصدقوا الكلام ده تاني؟ شوف شوف الصوية ده بيحتالوا كيف، احتيال عجيب جدا. طيب طيب فضج الناس ضجة، قال وأمراء تلك البلاد وكبراؤهم عنده، أمراء البلاد والرؤساء والناس العظمى ورؤساء العشائر كلهم بيحضروا، والمصيبة بيحضروا المصيبة دي. طيب فضج الناس ضجة عظيمة وكبروا الله وسبحوه وعظموا الحلاج تعظيما زائدا على ما أظهر لهم من الباطل والزور، ثم أقام عندهم مدة يكرمونه ويعظمونه ويودون لو طلب منهم ما عساه أن يطلب من أموالهم، فلما أراد الخروج عنهم أرادوا أن يجمعوا له مالا كثيرا، فقال أما أنا فلا حاجة لي بالدنيا، حتشوفوا حتشوفوا الشغل ما شكيت، وإنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بترك الدنيا، ولعل صاحبكم هذا شيخ الحلة بتاعكم ده أن يكون له إخوان، طبعا هو ذات الإخوان، وأصحاب من الأبدال الذين يجاهدون بثغر طرطوس، زي الآن يقول لك شيوخنا بيجاهدوا في جبل قاف وفي شنو، ذكر لهم وهمة كده قال لهم ديل شغالين يجاهدوا في ثغر طرطوس، طبعا ده لو فتشوا ما بيلقوا. طيب ويحجون ويتصدقون محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك، يعني قول ما زول ده يمكن يكون محتاج عنده إخوان بيجاهدوا في ثغر شنو، ولاحظ إنه زول ده ما بيعرفه ولا ده بيعرفه، كيف عرف إنه ده عنده أصحاب في ثغر شنو؟ طرطوس، عشان تعرف الإجرام. طيب فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافى صدق الشيخ، لأنه مسألة مسألة قروش، صدق الشيخ وقد رد الله علي بصري ومن الله علي بالعافية لأجعلن بقية عمري في الجهاد في سبيل الله، لأنه الجهاد دار شنو؟ دار قروش. طيب عمري كله لو قال لهم حمشي أجاهد وارجع معناته حيلموا قدر شنو؟ قدر المدة الحاجات فيها، لكن شوف الذكاء والخبص والمكر والإجرام، قال لهم عمره كله حجاهد معناه دار قروش قدر كيف. طيب قال والحج إلى بيت الله مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين نعرفهم. ابن تيمية قال أي حديث في الأبدال باطل مكذوب، ما في حديث اسمه أبدال،
وأقطاب وغيره كله باطل في النقباء، ده الموضوع. لكن قال في لفظ بعض الفقهاء من أهل السنة ذاتهم، لما نقولوا أبدال بيقصدوا بيهم إنه ربنا يبدل، إذا مات عالم ربنا يبدل الأمة الإسلامية بعالم آخر، ده المقصود، مش الأبدال بتاع الصوفية اللي بيقولوا هم آلهة مع الله، ينزلوا الأمطار ويهبوا الذرية ويعلموا الغيب، ده باطل. وكل حديث ذكر في الأبدال قال ابن تيمية لا أصل له، كتاب الفرقان. طيب، قال ثم حثهم على إعطائه من المال ما طهبت به أنفسهم. الحلاج قال لهم أدوه، ماشي جاهد أدوه أدوه. ثم إن الحلاج خرج عنهم ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم مدة إلى أن جمعوا له مالا كثيرا ألوفا من الذهب والفضة، فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم فذهب إلى الحلاج فاقتسما المال. لقاك أجرا من المخاليج دل على وجه الأرض؟ أنا ما لاقاني والله الذي لا إله غيره، لا أحد أضر على الإسلام في بلادنا هذه فيما أعلم وأرى وأنظر أشد من الصوفية وأضر من الصوفية. والشغل ده لا حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. أكل لأموال الناس بالباطل. يا قلت لك 12 شافع في خلوة، شوف ضعاف ما شفتوا؟ جلدوهم يا أخي ظهرهم لحد ما ظهرهم جاب الدم وجاب الدود. ليه؟ ما شان القرآن. الشفع ديل استخدمهم صارقيل، لأنه الصياد ده سمك يخش شنو؟ صارقيل للسمك. ديل استخدمهم صارقيل لجمع المحسنين وجمع المليارات وعائلة شيوخ الطرق الليلة الموجودين. أي طريقة، كل طريقة لعب الدين. وديل تضيعوا خيرات البلد، وديل لو ما عقيدتهم الكفرية الشركية دي انتهت ربنا يصلح حالنا كيف؟ لأنه بالشرك ووجود الشرك ربنا عز وجل بيجوع الناس وبيهلك الأمم، كما قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ليه؟ لما ظلموا، يعني لما أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. ناس تجوع وتعطش ومشاكل، ومشاكل سياسية ومشاكل اقتصادية وضعف عسكري. السبب لما ظلموا، لما أشركوا والشرك نشروا الصوفية دين. الدار الأمة دي تاكل وترتاح في الدنيا وتخش الجنة في الآخرة اللي يحارب الصوفية ودين الصوفية الباطل. والله وده الصواب. ما تشغل نفسك بالسياسة، داك طلعوه داك جابوه، ترسل في الواتساب كل دقيقتين. أشغل نفسك بحرب الصوفية ونشر العقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك الذي نشره التجانية والسمانية والقادرية والركينية وغيرها من الطرق، نشرت الشرك ده. لعب يا أخي من سنة 300 لليلة بيلعبوا بالدين، لليلة 1100 سنة وزيادة بيلعبوا بالإسلام. تقعد تخليه وتنوم؟ طيب، وأيضا ذكر ابن كثير كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذكر أيضا في الصفحة 158 قصة أخرى من حيل الحلاج. شوف الزول ده محتال كيف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الرحمن ابن الحسن السلمي، أول في الكتاب ده طبقات الصوفية، نقل ابن كثير هنا في البداية والنهاية، قال سمعت إبراهيم ابن محمد الواعظ يقول قال أبو القاسم الرازي قال أبو بكر ابن ممشاذ حضر عندنا بالدينور رجل ومعه مخلات، ده الحلاج ذات شايل مخلايا، فما كان يفارقها ليلا ولا نهارا، فأنكروا ذلك من حاله ففتشوا مخلاته فوجدوا فيها كتابا للحلاج عنوانه من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان. المخلايا لما ينزلها لها ليلة نهار فيها كفر جوا، كاتب فيها الحلاج ذات كاتب من الرحمن الرحيم، هو يعني بيخطه هو الرحمن وهو الرحيم إلى فلان وفلان. طيب
يدعوه إلى الضلالة والإيمان به، فبعث بالكتاب إلى بغداد، فسئل الحلاج عن ذلك فأقر أنه كتبه. قال لذا أنت كتبته؟ قال نعم. فقالوا له كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الألوهية والربوبية؟ فقال لا، ولكن هذا عين الجمع عندنا، الجمع يعني الاتحاد يعني. قالوا الله بيتحد بشنو؟ بالشيخ الصوفي، يبقى واحد. انت ليه الصوفية بيقول الشيخ زي ما قال البرعي له سلم يا ولد القلب البيت شنو؟ ولد. وزي ما قال الخنجر بنمشي للشيوخ ندفع البياض، الشيوخ بنزل المطر، في ناس بنزلوا المطر، في ناس بنزلوا المطر. يلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله أهب تسأل الله وما بديك، لكن الشيوخ بده. ليه بيقولوا كده؟ لأنه عقيدة الصوفية حقيقتها أن الشيوخ اتحدوا مع الله فصار الشيخ إلها. فهمت الحتة دي؟ عشان كده كل شيوخ الصوفية الكبار كل واحد بيدعي الألوهية والربوبية. طيب، هل الكاتب قال هذا عين الجمع عندنا؟ هل الكاتب إلا الله وأنا واليد آلة؟ قال أنا بيدي صح كتبته، لكن الكاتب منو؟ الله، لأنه أنا ويدي آلة لكن الكاتب الله. طيب، فقيل له معك على ذلك أحد؟ قال نعم ابن عطاء وفلان وفلان وفلان. قال ابن كثير وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته وأجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا. ده العلماء الدنيا اللي كانوا الوقت ذاك علماء بغداد، هم علماء الدنيا اتفقوا جميعا على كفره وزندقته، واتفقوا وأجمعوا على قتله وعلى صلبه. إذن أمر الحلاج ماله منتهي. طيب، وذكر قصة أخرى فيها دجل للحلاج، الصفحة 160 من الجزء 11 من البداية والنهاية لمن أراد أن يراجع. كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان رحمه الله، الصفحة 142 الجزء 2. أنا كله بحاول بالكتب دي عشان أوريك إنه إجماع العلماء على إنه الزول ده كافر، بس عشان كده جبت الكتب دي وبقرأ لك المواضع. قال ابن خلكان وكان في سنة 99 و200 ادعى للناس أنه إله، أي الحلاج يعني، ادعى للناس أنه إله وأنه يقول بحلول اللاهوت في الأشراف من الناس، وانتشر له في الحاشية ذكر عظيم، ووقع بينه وبين الشبلي وغيره من مشايخ الصوفية، فبعث به المقتدر إلى عيسى ليناظره، فأحضر مجلسه وخاطبه خطابا فيه غلظة، فحكي أنه تقدم إليه وقال له فيما بينه وبينه قف من حيث انتهيت ولا تزد علي شيئا وإلا خسفت الأرض من تحتك، وكلاما في هذا المعنى. يعني الحجاج هدد الزول الناظر فخاف ذلك الإنسان. وذكر القصة بتاعت ابن كثير ذاته إنه رسل واحد من تلاميذه وكذا وكذا وكذا. طيب، وذكر أيضا إنه كان عنده حج براه وصلاة براها وزكاة براها، ذكر ابن خلكان في صفحة 143 143. يلا بعدين أشوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الحلاج من مجموع الفتاوى الجزء 8 الصفحة 316. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهي يخالف الحقيقة الذوقية التي كان عليها هؤلاء، يعني الصوفية، وهذا ظن كثير من الناس
وليس كذلك، بل الذي قتل عليه الحلاج إنما هو الكفر، وقتل باتفاق الطائفتين، مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه. زي جبيل لما قالوا له القرآن قال شنو؟ قال استطيع أن آتي شنو؟ بمثلي وفي رواية بخير منه. فابن تيمية قال ده نمرة واحد، كفروا به وعشان كده قتلوا. اثنين، ودعواه أنه من فاته الحج أنه يبني بيتا يطوف به ويتصدق بشيء قدره كذا، وذلك يسقط الحج عنه، إنه قال عنده برضه شنو؟ حج براو. وإلى أمور أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدا رسول الله، إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدا بصنف من هذه الأصناف، بل كان قد قال من الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضع، وكذلك أنكره أكثر المشايخ وذموه كالجنيد وعمر ابن عثمان المكي وأبي يعقوب النهرجوري. قال: بل كان قد تعلم السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع. ده الجزء 8. في الجزء 2 شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى أيضا يتكلم عن كفر الحلاج، الصفحة رقم 480، يقول: سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه: ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج؟ وفي من قال: أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج، ماذا يجب عليه؟ يعني كلام الأئمة في الحلاج وكلام العلماء والأئمة في الإنسان اللي بيقول أنا بعتقد ما يعتقده منه الحلاج. وفي من يقول إنه قتل ظلماً كما قتل بعض الأنبياء، برضو الثالث ده ما بيعتقد ما يعتقده الحلاج ممكن، لكن يقول قتلوا ظلم، زي ما قال منه البرعي، قال: سفكوا دماء الأبرياء ظلماً كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. فابن تيمية سأل السؤال ده عن أمثال البرعي وغيره، أها، ويقول أيضاً الحلاج من أولياء الله، فماذا يجب عليه بهذا الكلام؟ وهل قتل بسيف الشريعة؟ فأجاب: الحمد لله، من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين، فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد، كقوله أنا الله وقوله إله في السماء وإله في الأرض. قالوا وين؟ قبل قريناه. طيب، في قصة مع بيته: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله، وأن الله خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الآيات. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال: فالنصارى كفرهم الله ورسوله، واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله، كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم. فمن قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح ابن مريم كما تقوله الغالية في علي، وكما تقوله الحلاجية في الحلاج، والحاكمية في الحاكم، وأمثال هؤلاء، فقولهم شر من قول النصارى، لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم. مش كلام واضح؟ قال: النصارى واليهود كفار بالله والرسول. ليه؟ لأنه قالوا الله حل واتحد بمن؟ بالمسيح. قال: الناس اللي بيقولوا كلام الحلاج وإنه الله حل واتحد في غير المسيح ابن مريم، ديل أكفر من اليهود من النصارى ذاته، لأنه المسيح اللي قالوا إنه الله اتحد به أعظم من منو؟ من المجارم اللي بيقولوا الله اتحد بهم ديل. طيب، وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذي يدعي الإلهية ليتبع، مع أن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر،
وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم، ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال. فمن ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق كان دون هذا الدجال. المسيح الدجال بيقول للسماء أمطر زي ما في الأحاديث بتمطر، ولا الأرض أنبت بتنبت، ولا الكنوز تطلع، الذهب والفضة تطلع. الناس اللي بيقولوا للمسيح الدجال أنت إله لأنه بيسوي الحاجات دي كفار، والناس اللي بيقولوا لغير الدجال أنت إله أو حل فيك الإله أو اتحدت مع الإله، قال ده الأسوأ من ديل ذاته، لأنه جماعة الدجال شافوا حاجات وديل ادعوا فيهم الألوهية وما شافوا عليهم حاجات. شوف كلام ابن تيمية كلام عجيب جدا. قال: والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر، وله كتب منسوبة إليه بالسحر وبالجملة. فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها هذا من الآلهة فهو كافر مباح الدم، وعلى هذا قتل الحلاج، وعلى هذا قتل الحلاج. قال ابن تيمية وفي آخر كلامي في هذا المجلد: وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض الله الله، وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك، فكله كذب. ده زي كلام منو؟ الذهبي. شوف العلماء كلامهم مربوط كيف، كلامهم يصدق بعضه بعضا، فكله كذب. فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة، كما ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء وقد شهد مقتله، وكما ذكر إسماعيل ابن علي الحطفي في تاريخ بغداد وقد شهد قتله، وكما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه، وكما ذكر القاضي أبو يعلى في المعتمد، وكما ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو محمد بن حزم وغيرهم وكما ذكر أبو يوسف القزويني وأبو الفرج ابن الجوزي فيما جمعا من أخباره. ومن الناس اللي كتبوا كتاب كامل في الحلاج وبينوا بطلان منهج كفره ابن الجوزي، وسمى كتابه رفع اللجاج في أخبار الحلاج، رفع اللجاج في أخبار الحلاج. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، اللي هو الكتاب ده في طبقات الصوفية، أن أكثر المشايخ أخرجوه عن الطريق، ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته اللي بيسموها الرسالة القشيرية حقت الصوفية، ما ذكر فيها الحلاج من شيوخهم. طيب، وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير، لا من العلماء ولا من المشايخ، إنما ذكروا بخير ذي المنو بعض الصوفية الزمان، وهم قلة في الوقت ذاك زمان، أكثرهم زمان زموا وأخرجوا زي القشيري على زي ما ذكروا شيخ الإسلام. أما صوفية الليلة دي كلهم حلاجية، كلهم حلاجية. عشان كده في قناة الشروق في برنامج حق واحد دكتور مين ما بعرف شعره كثير كده، جايب واحد صوفي تجاني بيتكلم عن التواصين والتلاصيم والخزعبلات بتاعت الحلاج ومحي الدين ابن عربي، بيمجدوا فيهم زي موضوع مسلسل الحلاج ده الذي نشر في قناة أبو ظبي الفضائية. طيب، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في الجزء 35 تكلم عن الحلاج كلاما عظيما، الصفحة 108 في الجزء 35. قال عن الحلاج: سئل شيخ الإسلام: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في الحلاج الحسين بن منصور؟ هل كان صديقا أو زنديقا؟ وهل كان وليا لله متقيا له، أم كان له حال الرحمن أو من أهل السحر والخزعبلات؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمين، أو قتل مظلوما أفتونا مأجورين؟ فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: الحمد لله رب العالمين، الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره
وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل ضال. والذي قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر، وبعضه يوجب قتله فضلاً عن جميعه. ولم يكن من أولياء الله المتقين، بل كانت له عبادات ورياضات ومجاهدات، بعضها شيطاني وبعضها نفساني وبعضها موافق للشريعة من وجه دون وجه، فلبس الحق بالباطل. وكان قد ذهب إلى بلاد الهند وتعلم أنواعاً من السحر، وصنف كتاباً في السحر معروفاً وهو موجود إلى اليوم، وكان له أقوال شيطانية ومخاريق بهتانية. وذكر بعد ذلك كثير جداً من كلام الحلاج ومن عقائد الحلاج ومن الكتب التي ألفت في الحلاج. بعد ذلك شيخ الإسلام في كلامه عن الحلاج قام قال كلمة عجيبة. قال شنو؟ طيب، قال: وكان يظهر، قال: وكان من مخاريقه، يعني من الخزعبلات بتاعت الحلاج برضو ذكر ابن تيمية، أنه بعث بعض أصحابه إلى مكان في البرية يخبئ فيه شيئا من الفاكهة والحلوى. رسل الحوار بتاعه، قال لهم: امشي هناك أدفن لك فاكهة هنا وحلوى هنا ودسها بالتراب وتعال. عنده خطة ده يجمع بيها مال. دي الكرامات اللي بيقولها الصوفية، كلها كذب ولفوا دوران. ما الكرامات الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شغلهم زي ده. قال للتلميذ للحوار، قال: امشي ادفن حلوى وادفن فاكهة، اها. ثم يجيء بجماعة من أهل الدنيا، تجار وناس جلاليبهم نظيفة عندهم قروش، بعد ذاك ده يجيبهم، ده يغشهم، اها، إلى قريب من ذلك المكان. قريب من المكان الدفن فيه شنو؟ دفن فيه قبيل أو امبارح حلوى وفاكهة. فيقول لهم: ما تشتهون أن آتيكم به من هذه البرية؟ فيشتهي أحدهم فاكهة. كن في ذاته تلميذ والحوار مغزوز في نص الناس الأغنياء دين. تشتهوا شنو؟ ذاك يقول فاكهة، الجماعة يقولوا فاكهة، حلوى حلوى، لأنه هناك في فاكهة وفي شنو؟ حلوى، أها. ودي والله بيعملها، دي كان بيعملها حميدة بتاع الحاج يوسف. جايب جماعة معاهم أجارمة لافين، طلع لي حاجة كده زي الحبة بتاعت اللبعافين دي، قال: دي بتعالج. واحد: أنا عالجته. واحد يقول: أيوة أنا كان عندي حصوة والله قرشتها تلب وقعت. أها بها كم؟ قال: ب100 جنيه. سمعتوا بها ظني؟ ب100 جنيه. طوالي بيعملوا الشغلة دي. أها. قال: فيقول: أمكثوا، خلاص دارين حلوة وأنتوا دارين فاكهة أصبروا. طبعا ولي صالح أي حاجة تشتريها قال بيجيبها طوالي تيجي وقع. أها. أمكثوا. ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأتي بما خبأ أو ببعضه، يطلع يحفر، يطلع الحلوى، يطلع شنو؟ ويطلع الفاكهة. فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له، وكان صاحب شياطين تخدمه أحيانا، وكان معه على جبل أبي قبيس، كان معه شياطين على جبل أبي قبيس، فطلبوا منه حلاوة، فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى. ده النوع الثاني من المخاريق بتاعته. في نوع ما بيستخدم الشياطين، بيجوا بالليل يدفنوا الحلوى والفاكهة، والصباح يغشوا جماعة الأغنياء ديل ويشيلوها. نوع ثاني معه شياطين، أها، بيعمل شنو؟ فطلبوا منه حلاوة، فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى. دي الشياطين جابته له، ده ما كان مدفون. فكشفوا الأمر فوجدوا تلك الحلوى قد سرقت من دكان حلاوة باليمن، حمله شيطان من تلك البقعة. معه شياطين بيرسلوا يطير يمشي اليمن ويجي راجع في نفس اللحظة، يجي له كرتونة بتاعت حلاوة ولا باسطة ولا غيره. جماعة يقولوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وده الحاصل الليلة بالضبط بالضبط، الحاصل من شيوخ الطرق. طيب، ابن تيمية قال هنا كلام مهم جدا، لازم تمشوا ترجعوه وتحاولوا تحفظوه في الصفحة 112 وانت ماشي من المجلد 35 من الفتاوى. بعد ما ذكر القصة دي بتاعت الحلاج قال: ومثل هذا يحصل كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني، يعني معه شياطين، ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا،
مثل شخص هو الآن بدمشق. ابن تيمية قال لك الشغل ده بيحصل وحصل في زمن وفي غير زمن. مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق، فيجيء من الهوى إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه، ويجيء بالليل باب الصغير فيعبر منه هو ورفقته وهو من أفجر الناس. يجي طائر معروف، يا جماعة يشوفوا طائر يقولوا ده ولي، ادوا الذهب، ادوا الفضة، ادوا الأموال، ادوا ما أراد. ابن تيمية قال لك كان الشيطان شنو؟ شيطان شايل. عشان كده لو رأيت حاجة زي دي أو سمعت بها ما تقول ما بيحصل، زي ما الدجال علم الناس. الدجال يقول له لا كذب سايد، قالوا فيلم هندي، لا بيحصل، لكن ده شغل شنو يا جماعة؟ شغل شيطان. ابن تيمية قال لك الشغل ده بيحصل، لكن شغل شنو؟ شيطان. طيب. قال وشيخ آخر أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء، كرامة من كراماته، يزني بالنساء ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم الحوارات. حوار يعني. ابن تيمية صفحة كم؟ 113. وكان يقول يأتيني كلب أسود إلى آخر الكلام. ده الليلة موجود بالنص كتاب الطبقات الكبرى الجزء 2 الصفحة 150 للشعراني. عنده بالنص موجود. وكتاب الشعراني ده أعظم كتاب للصوفية في العالم، تتفق فيه جميع الطرق الصوفية، تجانية، سمانية، قادرية، شاذلية، كلها تتفق على الكتاب ده. نفس كلام ابن تيمية. الكلام بيسووه الصوفية زمان، الصوفية الليلة قالوا كتبوا، أنا ما قلت هو ده كتاب، صفحة 150 الجزء 2. قال شنو؟ قال ومنهم ولي رغم 60 يعني، منهم سيدي علي وحيش كان من مجاذيب النجارية رضي الله عنه، من مجاذيب، وكان من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال. أها. وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمار، ده مش كمان بالأولاد، ينزله من على الحمار ويقول له أمسك رأسها لي حتى أفعل فيها. يعني ده لك عب من حق ابن تيمية ذاته من زمن، في زمنه ديك. ده بالأولاد وبالنساء، ده بشنو؟ ده بالحبير، ده حقنا بتاعنا الزمن ده. طيب. فينزله من على الحمارة ويقول له أمسك رأسها حتى أفعل فيها، فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع أن يمشي خطوة، وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه. طيب. الله يا جماعة غايته سبحان الله يا أخي. أنا زي دارين جهاد كبير لكن بالعلم. لا دارين نفجرهم زي ما بيعملوا التكفيريين والدواعش والسرورية. أنا زي دارين علم. علم. وردود عليهم ثقيلة وعدم خوف. ما تخاف منهم أبدا. طيب. ديوان الحلاج. تكلم العلماء كلهم والإجماعات، إجماع العلماء والفقهاء إن الحلاج ده كافر، زنديق، مرتد. لكن أنا دار أجيب كتاب الحلاج ذاته، نشوف كلام العلماء ده ألفوه من راسهم ولا الحلاج ده بجد قال كلام بلسانه وكتب بقلمه وخطب بنانه. ده اسمه ديوان الحلاج ومعه التواصين للحلاج، أو ده الكتاب الأصل، أو ده الكتاب. طيب أنا بقرأ لك كلام هنا ما قاله حتى كفار قريش الأوائل، أبدا ما قالوا مثل هذا الكلام. طيب بس انتبهوا معي جيدا، أبيات شعر أغلبها. الصفحة 30 من ديوان الحلاج. قال الحلاج: سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. الكتاب ده كله بيتكلم عن الله، كله الحلاج بيتكلم عن الله. قال سبحان، والكلام واضح، سبحان من أظهر ناسوته
سر سنا لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا. الله بقى في خلقه شنو؟ ظاهر في صولة الآكل والشارب. هل الله كده يا جماعة؟ يشبه الله عز وجل بالمخلوقات التي تأكل وتشرب. والليلة الصوفية بقول لنا أنت يا وهابية مشبهة وممثلة، ده شنو؟ ده شنو؟ كذبوا. التشبيه والتمثيل ليس عند أهل السنة. التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل والكفر والزندقة والشرك والإلحاد عند الصوفية، ودي أدلة ما تبلينا عليهم. طيب الصفحة 31، قال الحلاج في قافية التاء: رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال قلت لي الله ربي، قلت لي أنت منو؟ قال أنت. فهمتوا الكلام ده يا جماعة؟ يعني هو منو؟ يعني الحلاج الله. دي بالصفحة رقم كم؟ 31. في الصفحة رقم 36، قافية الحاء، ذكر ابن عربي، وده محي الدين ابن عربي، في تقديمه لهذا البيت، البيت حيجيك بعد شوية، من أخطر الكفر بالله. لكن قبل ما يجيبه ذكر لك حاجة ابن عربي داري فلسف، وده نقل هنا كمقدمة لكلام الحلاج لهذا البيت، أن الحلاج كتب إلى تلميذ له يقول: السلام عليك يا ولدي، ستر الله عنك ظاهرة الشريعة. ظاهرة الشريعة التوحيد، الصلاة، الصيام، دي كلها قال الله يستر عنك، ما تأتي بها لا تصلي لا توحد لا تصوم لا زكي. أها. وكشف لك حقيقة الكفر. أها. فإن ظاهرة الشريعة شرك خفي. كون زول يعبد الله ويوحد ويصلي ويصوم ويطهر، قال هذا الشرك الخفي. وحقيقة الكفر معرفة جلية. الكفر ده أحسن حاجة، أحسن شيء قال له ده الحلاج. وقال قال: أما بعد، أعلم أن الله تعالى تجلى في رأس إبر لمن شاء، شهد أنه لا إله إلا هو، وشهد أنه غيره، فالشاهد بإثباته والشاهد على نفيه غير مذموم. والمقصود من هذا الكتاب أن أوصيك أن لا تغتر بالله، ولا تيأس منه، ولا ترغب في محبته، ولا ترضى أن تكون له غير محب، ولا تقل بإثباته، ما تثبت إنه ربنا فيه، ولا تقل بإثباته، ولا تمل إلى نفيه، وإياك والتوحيد. أوعك تبقى موحد. قال الحلاج ده مقدمة البيت. البيت حيكون كيف دي المقدمة؟ البيت: كفرت بدين الله، كفرت، ده الحلاج، كفرت بدين الله، والكفر واجب علي، وهو عند المسلمين حرام. أو ده الكلام. طيب دي بالصفحة رقم 36، الصفحة 43، قال الحلاج: إذا بلغ الصب الكمال من الفتى، ويذهل عن وصل الحبيب من السكر، فيشهد صدقا حيث يشهده الهوى بأن صلاة العاشقين من الكفر. العاشق جد بجد لله قال الصلاة بتاعته هي شنو؟ إنه يكفر بالله، إنه يكفر بالله. ومعلومة، لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أعشق الله، لأن العشق درجة من درجات الحب، والحب عشرة درجات، العشق درجة من هذه الدرجات العشرة، ومعناه الحب المخلوط بشهوة. ما يجوز أقول أعشق الله، لأن العشق هو الحب مخلوط بشنو؟ بشهوة. صوفية كله يقول لك والله أعشق الله، أعشق النبي، وذاك المات ذاك الفنان عاشق النبي، قال عنده عاشق، دي حب مخلوط بشهوة يا بليد. طيب ما بتصلح إلا لمرتك تقول لها بعشقك، لكن تقول لي الله وتقول للرسول أنا بعشقك ما بيجوز، إلا لزوجتك. صوفية اللي فهموا بتين، من ناحية لغة لغة، من ناحية أدب يا قليل أدب يا بتاعنا الطرق، كلام ده ما بيجوز. صفحة 51، الصفحة 51، يقول الحلاج: يا نسيم الريح قولي للرشا، لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشأ يمشي على خدي مشى. الكلام جايك. روحه، تكلم عن الله، روحه روحي،
وروحي روحه، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. ده زي كلام منو؟ البرعي. قال شنو البرعي؟ للأبيات من البداية. ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. نفس الكلام، نفس الكلام، ونفس الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، الصفحة رقم 52، معليش أنا حاولت أكمل الموضوع ده للنهاية إن شاء الله، عشان تاني ما في أي موضوع يكون، لأنه نازل كضابين يا كل مرة يمجدوا لنا في زول سافل وزول مجرم. صفحة رقم 52، قافية الضاد. كان الحلاج في مسجد وحوله جماعة، فقال: لو ألقي مما في قلبي ذرة على جبال الأرض لذابت. قال الإيمان جوا قلبي ده، مش لو طلع كله، ذرة قدر النملة ألغوه على الكرة، على الأرض كلها، على جبال الأرض كلها، تبقى شنو؟ تبقى موية تسيح. أها. وإني لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقت النار، بدمرها كلها. ولو دخلت الجنة لنهدم بنيانها، كل برد رب تقع. ثم أنشأ يقول: عجبت لكلي كيف يحمله بعضي. قال جسمي ده كله، كيف بعضي؟ كرعيني ديل بيحملوا جسمي كله. إذا كان جسمي ده لو خش الجنة بيكسرها كلها فرتقة، وإذا خش النار بيحرقها كلها. عشان كده قال: عجبت لكلي كيف يحمله بعضي، ومن ثقل بعض ليس تحملني أرضي، لئن كان في بسط من الأرض مضطجع فقلبي على بسط من الخلق في قبضي. كلام كله فارغ وباطل. كلام ده بيشبه كلام منو واحد؟ بيشبه كلام الفيوضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، الصفحة 49. طيب قال شنو؟ قال ده القادرية كلهم أبناء منو الجعلي، وأبناء منو الجيلي، وأبناء منو كدباس، وشيخ اللمين بتاع داك محايته بيبسي وشنو ما بعرف ليه، كلهم ده القادرية، كلهم والمكاشفي كلهم ده القادرية. طيب، وهي أول طريقة دخلت البلد دي للأسف الشديد، للأسف الشديد. طيب، قال في الصفحة رقم 49، قال: نظرت إلى بلاد الله جمعا قخردلة على حكم اتصالي، فلو ألقيت سر فوق نار لخمدت وانطفت في سر حالي. نفس كلام منو؟ الحلاج. فلو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت في سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى مشى لي، ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. مش نفس الكلام؟ نفس الكلام، يطول ويقصر، هو نفس الكفر نفسه، ونفس الفهم ذات الجبال تسيح والأرض والنار تروح وغيره. ولو ألقيت سري في بحار لصال الكل غورا في الزوال، إلى آخر ما قال. ده نفسي برضو كلام من؟ كلام الختمية في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، أو يسمى أيضا بشرح الراتب الكبير، تأليف سيدهم ومولاهم محمد عثمان المرغني الملقب بالختم شيخ الطريقة الختمية، الصفحة 93 والصفحة 115. طيب، الصفحة 115 تكفي. طيب، لأنه كلام كثير جدا. قال: وجود آدم ما كان منشأه، جمال يوسف من أنوار بهجتنا، ونوح طوفانه، لولا تداركنا لأدرك الخلق إجمالا وحرمتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، نحن المراغنة الأخيار من قدم، الختم منا غوث الكون خادمنا. صفحة رقم 115، كتاب فيوض البحور. طيب، المتلاطم. قال: نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا. نفس كلام الحلاج، إنه قال لو خش جو النار شنو؟ بيحرقها وبيدمرها. وديل برضو قالوا النار بتاعت الخليل مالها خبت منهم، نفسي الكلام قريبا منه. طيب،
الصفحة رقم 56 من ديوان الحلاج. قال: جبلت روحك في قافية القاف، جبلت روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفتق، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا لا نفترق. وده نفس الكلام اللي نقله ابن كثير في البداية والنهاية. الصفحة رقم 65. طيب، الصفحة 57. قال: خصني واحدي بتوحيد صدق، ما إليه من المسالك طرق طرق، ما له إليه، ما إليه من المسالك طرق، فأنا الحق حق للحق حق، لابس ذاته فما ثم فرق. قال: أنا الحق، الحق منه الله يعني، لأن ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ده قال أنا الحق ومشى. قال: فأنا الحق حق للحق حق، لابس ذاته فما ثم فرق. أنا الحق لابس ذاته، قال ذات الله، ما ثم فرق. الكلام ده يذكركم كلام منه؟ محمد عثمان عبد البرهاني في كتابه ديوان شراب الوصل، الصفحة رقم 11 تاع الطريقة البرهانية تاع السوق الشعبي. قال: وكل فؤاد للمهيمن ساجد، يرتل آياتي وينهل خمرتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقت. ده دين الصوفية. طيب، الصفحة رقم 58 من الديوان، ديوان الحلاج. قال: اتحد المعشوق بالعاشق، انقسم الموموق للوامق. والموموق ده المحبوب، والوامق المحب يعني، يعني بيتكلم هو مع ربنا. اتحد المعشوق بالعاشق، انقسم الموموق للوامق، واشترك الشكلان في حالة فامتحقا في العالم، في العالم الماحق. وده معناته فسر هنا صاحب الحاشية، قال: امتحقا محيا. وفي البيت إشارة إلى الفناء الصوفي، أي فناء وجود الإنسان الصوفي في ذات الحق تعالى، في ذات الحق تعالى. صفحة رقم 60. قال: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلالي، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. وأيضا ده عقيدة، دي عقيدة الاتحاد والحلول. الصفحة رقم 65 يقول الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، تكلم عن ربنا، نحن روحاني حللنا بدنا. أنا والله روحين خشينا في شنو؟ في جسم واحد، في بدن واحد. نحن مذ كنا على عهد الهوى يضرب الأمثال للناس بنا، فإذا أبصرتني أنا الحلاج، أبصرته أي الله، إذا شفت الحلاج معناته شفت منه؟ شفت الله. وإذا أبصرته أبصرتنا، إذا شفت الله معناته شنو؟ شفتنا نحن. أيها السائل عن قصتنا، لو ترانا لم تفترق، لم تفرق بيننا، روحه الله روحي، وروحي روحه، من رأى روحين حلت بدنا. ده كلام يعني من الكفر والإلحاد، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. الصفحة رقم 67. قال الحلاج: ألا أبلغ أحبائي، ألا أبلغ أو ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة أريد ولا المدينة. قال على دين شنو؟ قبيل. قال: كفرت بدين الله والكفر واجب علي، مش كده؟ وهو عند المسلمين حرام. هنا قال: على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة، البطحة يعني بطحة مكة يعني، ولا البطحة أريد ولا المدينة. لا دار أمشي الكعبة المسجد الحرام، ولا دار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أنا على دين الصليب يكون موتي. بعد ذلك يقول لك: ولي وقتل ظلما. طيب،
دي الصفحة رقم 67. الصفحة رقم 70 دي من أخطر الكفر اللي لاقاني في الكتاب ده، وكله خطير وأخطر من خطير، لكن ده أخطر من الأخطر من الأخطر من الخطير. الصفحة رقم 70 قال، يتكلم عن ربنا، أنا أنت بلا شك. قال لي الله أنا شنو؟ أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني. زي ما أنت سبحانك أنا برضو شنو؟ سبحاني، لأنه أنا أنت بلا شك. قال أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. البيع بيوحد الله معناته وحد الحلاج، والبيعصي الله معناته عصى منه الحلاج، لأنه الحلاج قال لي الله أنا أنت بلا شك، وإسخاطك إسخاطي، وغفرانك غفراني، ولم أجلد يا رب إذا قيل هو الزاني. إذا زنيت وجلدوني ما أنا اللي انجلدته، ما هو الله. شفت الشغل ده كيف؟ عشان كده الصوفية الآن عندهم العقائد دي كلها، كل العقائد دي عندهم موجودة ومتوفرة، وما بيشوفوا حتى موضوع الزنا والأشياء دي حسب الكتب ما بيشوفوا حرام. ده كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، تأليف الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائم الطيبي الهلك، ولا ده شفت كيف بتاع طابت ده، قال كلام هنا عجيب جدا 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 جدا، بيوافق الكلام ده. في صفحة 319 كان بنوم مع الأولاد الغلمان الصغار المردان، وطبعا العلماء زي ما قال ابن القيم قال النظر إلى الأمرد أشد جرما على القلب من النظر إلى المرأة. قال لأنك إذا نظرت إلى الغلام الأمرد الجميل الأمرد الذي ليس له شعر جميل، قال فإنك بذلك تطلب الوصول إلى من لا تستطيع الوصول إليه شرعا. ما المرأة دي زهودي شفتها، أو حتى لو تنتبهها في حل شرعي ولا ما في؟ إنك تمشي تدق الباب وتعقد عليها، ده حل شرعي. لكن الغلام الأمرد الجميل هل في حل شرعي؟ ما في حل شرعي. شوف ده مش كان بينظر لهم، سلف كان بيحرموا النظر لهؤلاء الغلمان المردان الأمرد. ده من كراماته إنه كان بينوم معاهم في سرير، بيعزل المردان من الغرية من المدينة بينوم معاهم. لما ننكر عليه قام قال ما عارف عمل للجماعة ديك شنو كده ما عارف. صفحة رقم 319 حكى الشعراني، شعراني هو الوسخ ده، ده شعراني بتاع كتابه طبقات الكبرى. قال حكى الشعراني رضي الله عنه، ده نقول عنه عبد المحمود نور الدايم، ده كتبهم يا جماعة، نحن لليلة ما جبنا، قلنا نحن ناسنا قالوا، ذكرنا كلام الناس في الحلاج كلام العلماء، لكن دي الآن دي كتبهم. قال حكى الشعراني في طبقات الكبرى في ترجمة الشيخ إبراهيم المدبولي رضي الله عنه، كاتب رضي الله عنه، اللي بيقولوا عنه رضي الله عنه ده كان بيسوي شنو؟ كان بيصلي، كان بيغيم الليل، حفظ قرآن، ده كان عمال وسخة جدا جدا. قال ونام عنده جماعة من فقراء الجامع الأزهر في بركة الحاج، فوجدوا عند الشيخ مملوكين أمردين من المماليك، كانوا مردان شكلهم جميل وما عندهم شعر في وشهم، من أولاد الأمراء ينامان معه في الخلوة، فأنكروا عليه. جماعة دي أنكروا عليه، قال لي كيف تسوي كده تنوم مع الغلمان والشباب الجماعة دي؟ ثم رفعوا أمره إلى الشرع بالصالحية، فأرسل القاضي وراءه فحضر ودخل الصالحية فقال ما لكم، ده شيخ المجرم ذات. فقال القاضي هؤلاء يدعون عليك أنك تختلي بالشباب وهذا حرام في الشرع. فقال ما هو إلا هكذا، وقبض لحيته بأسنانه. قال ده موضوع بسيط، يعني عنده جرائم أكبر مني، يعني قال زي بس عضت لحيتي دي، هذا حاجة خفيفة. عشان كده جماعة دي اللي بيعملوا حاجات ثقيلة هذول، هذي ما خفيفة، لكن دي بالنسبة للأشياء اللي بيسووها زي ما قال عبد المحمود نور الدايم الصفحة 319 ده قال لك حاجات خفيفة. قال ما هو إلا هكذا بس، ما في حاجة زي ده، زي ما زول بعض لحية وأنا عملت مع الجماعة دي. وصح فيهم وخرجوا صايحين، قام
صرخ فيهم الشيخ، صرخ فيهم. أول ما صرخ فيهم خافوا وخرجوا صحيحين، فلم يعرف لهم خبر بعد ذلك الوقت. ثم جاء الخبر أنهم أسروا وتنصروا في بلاد الإفرنج، فشفعوا فيهم عند الشيخ فلم يقبل شفاعة، ثم انقطع خبره. يعني شو بيخوفك؟ يعملوا الجرائم كلها، لو أنكرت عليه قال لك بيطيرك تاني، ما بيعرفوا خبرك وين ذاته. ده التصوف. وده الغريب جابه في كتاب اسمه النصرة العلمية، العلمية. وما في علم هنا، زور رقد مع أولاد صغار، دي علم وين العلم؟ النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية. إذا كان ده العلم بتاعهم، يبقى الجهل بتاع الصوفية كيف؟ ده العلم، الجهل كيف؟ والله المستعان وعليه التوكلان. في من الناس اللي وافقوا نفس الفكر بتاع محمود محمد طه، اللي هو بتاع الحلاج، اللي هو محمود محمد طه، دي رسالته اسمها رسالة الصلاة، وهو مؤسس ورئيس الحزب الجمهوري، مؤسس ورئيس الحزب الجمهوري اللي هو الآن فرع من أفرع تجمع المهنيين السودانيين. ده كتاب رسالة الصلاة في الصفحة 78. قال أيضا: لقد تحدثنا في آيات سورة والنجم التي أوردناها آنفا عن سدرة المنتهى، حيث تخلف جبريل عن المعصوم وصار النبي بلا واسطة لحضرة الشهود الذاتي، لأن الشهود الذاتي لا يتم إلا بواسطة، وقد كان تخلف جبريل عن النبي لأنه لا مقام له هناك، والنبي الذي هو جبريلنا نحن يرقى بنا إلى سدرة منتهى كل منا ويقف هناك كما وقف جبريل، بيد أنه إنما يقف لكمال تبليغه رسالته ولكمال توصيله إلى ربه، حتى يتم اللقاء بين العابد المجود وبين الله بلا واسطة. عشان كده قالوا القرآن، وده دين قديم، قالوا في دين جديد، ألف رسالة اسمها الرسالة الثانية للإسلام، قال ذيك انتهت وكان رجلها محمد عليه السلام، أما الرسالة الثانية فقد بدأت ورجلها محمود محمد طه. طيب أها، فيأخذ كل عابد مجود من الأمة الإسلامية المقبلة شريعته الفردية من الله بلا واسطة، يعني لا نبي ولا كتاب جابوا نبي قرآن ولا سنة حقت نبي، يأخذ من الله مباشرة. عشان كده جابوا صلاة جديدة وحج جديد وزكاة جديدة وغيره وغيره وغيره، بدع جديدة. طيب، فتكون له شهادته وتكون صلاته وصيامه وزكاته وحجه، ويكون في كل أولئك أصيلا، ويكون في كل أولئك متأسيا بالمعصوم في الأصالة، وإنما يتم كل ذلك بفضل الله. مع إنه ربنا أمرنا باتباع النبي في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وربنا قال: الما بيتابع الرسول نوله ما تولى ونصله جهنم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لكن الناس زي الناس مجارمة. خلاصة الدين الصوفية دين جديد. عشان كده أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم لا يدعمون إلا شنو يا جماعة؟ إلا التصوف. وهذا هو السر في بقاء محمد المنتصر الإزيرك في الكونغرس قاعد لليلة 3 سنوات تقريبا. هل بحافظهم جزء عمه؟ هل هناك في خلوة في الكونغرس؟ لا، لضرب الإسلام. أفهموا الكلام ده. ولن تستطيعوا يا دعاة التوحيد أن تدافعوا عن هذا الدين دفاعا قويا صحيحا منتصرا إلا بالعلم، بالكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة، وبالعلم بكتب أهل الضلال بعد العلم بالكتاب والسنة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والكلام طويل جدا، أنا اختصرته اختصارا، بارك الله فيكم.